السلام عليكم. اليوم نروح لولايه تندوف لنقف على اشغال نتاع المحطه الحدوديه بين الجزائر وموريتانيا، واللي الاشغال راهي تقرب من الانتهاء، ونشوفوا ان النوعيه تاع الاشغال تعتبر جيده. اذا شيء جميل. المهم انه يعني الطراز المستعمل هو طراز جزائري من ناحيه الجزائر، ومن جهة نتاع موريتانيا هو طراز شنقيطي موريتاني. إن شاء الله النقطة الحدودية هذه تساهم في تطوير النشاطات التجارية بين البلدين، وتوطيد العلاقة الأخوية بين الشعبين الأخوين الجزائري وموريتاني. خليكم تكملوا الفيديو، والسلام عليكم.